اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة صافية رائعة، جو كورة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم بأجواء إنجليزية معتادة. نتواجد اليوم وإياكم في مدينة الحكم يطلق صافرته، لكن احتساب خطأ. يلعب كرة بينية، كروس، كروس، نيمار يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية بإمكانيات الهائل. كريستيانو رونالدو، غوريسكا يحاول مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. تريبيير يبحث عن زميله، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. فرانك رايكر يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ميسي، هجمة مرتدة الآن. لويس سواريز يمر ويلعب كرة بينية، ليس متسللا هنا. كرة عرضية على أمل إحراز هدف. يا لها من كرة، شوف اللقطة، ما هذه الكرة التي لم تكن في الحسبان. هدف عكسي يسبب الحرج بالتأكيد. يمكن القول أنها مصادفة، لكن بالتأكيد جعلت الأمور مثيرة جدا. ميسي، لمسة بينية، كروس، لويس سواريز، غوريسكا يحاول أن يلعب كرة بينية، يستعيد الكرة مرة، لويس سواريز، الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. نيمار يلعبها طويلة على الطرف، لمسة وعرضية مرة ثانية. يستعيد الكرة بسرعة، غوريتسكا، كريستيانو رونالدو، غوريتسكا، نيمار يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كريست، كورة باتجاه المرمى، الله مروان ينجح في التسجيل. برشلونة تعادلوا في النتيجة الآن. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. دي بروين، لمسة بينية، ليونيل ميسي، الكرة إلى خارج المرمى.
تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة. ديفيس، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يمر ويلعب كرة بينية. ديفيس، نايمار، تمريرة قوية أكثر من اللازم. يلعب كرة بينية، يحصل عليها نايمار. إعاقة واضحة بصراحة، القرار عند الحكم. لا، على ما يبدو أن المخالفة وقعت خارج المنطقة. ليونيل ميسي، هدف عالمي، يسجل هدفا عالميا جميلا مدهشا بالفعل. وهكذا تنجع عودتهم الكبيرة في المباراة. لم يكن من الممكن إيقافه. ولديهم تقدم بهدف وحيد، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يمر ويلعب كرة بينية. الآن إمكانية المرتدة. كريستيانو رونالدو، لمسة بينية. ديفيس، ليونيل ميسي، كرة أخرى تضيع. أي سوء حظ يلازمهم اليوم. يستعيدها ميسي، يحاول تمريرها، انفراد أمام حارس المرمى. ليونيل ميسي، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. ميسي، نعم، كريستيانو رونالدو، يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. كريستيانو رونالدو كان على وشك استغلال هذا الخطأ. غوريتسكا، الحكم يعلن نهاية الشوط الأول.